بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بكم في هذه الأمسية الثقافية التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان قرين الثقافي 23، ونقدم فيها محاضرة المكتبات العامة وتحديات المستقبل، والتي سيحاضر خلالها أستاذ دكتور سمير حمادة، محاضرنا اليوم شغل منصب أستاذ مشارك ورئيس قسم، رئيس سابق لقسم المكتبات والمعلومات في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت. محاضرنا حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات المعلوماتية من جامعة دريكسل في الولايات المتحدة الأمريكية، بتدريس مقررات تكنولوجيا المعلومات ونظم وشبكات المعلومات وإدارة المكتبات العامة، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية محكمة. سيلقي محاضرنا الكريم الضوء على التحديات المستقبلية التي تواجه المكتبات العامة ودورها الثقافي، مقدما الحلول في كيفية التصدي ومواجهتها، لتستطيع المكتبات العامة أن تتماشى مع متطلبات العصر الحديث. فليتفضل ضيفنا الكريم. شكرا أستاذ سيهام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة في هذه الأمسية الطيبة، نتحدث عن المكتبات العامة والتحدي الذي يواجهها ويحد من عملها وحتى يهدد مستقبلها. فإذا نظرنا إلى الإنتاج الفكري المنشور في المجلات والكتب العالمية، هناك مئات البحوث صدرت عن مستقبل المكتبات العامة، والمستقبل هذا يزداد سوءا بالنسبة لهم، خصوصا مع وجود التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بالإنترنت والآن مواقع التواصل الاجتماعي. لنبدأ قليلا ببعض المعلومات عن المكتبات العامة في الكويت. المكتبات العامة بشكل عام تعاني من نقص كبير في عدد الزوار، لدرجة أن إدارة المكتبات، الأستاذ سهام هو مسؤول عن الكتاب حقائق وأرقام، أرادت أن تضع عدد المستخدمين للمكتبات العامة عام 2014، ووضعت المبلغ العدد إجمالي، قال هناك 41,240 شخصا زاروا المكتبات العامة عام 13-14، وهذا رقم يعني جيد. إنما إذا قسمناه على 28 مكتبة، نحن نعرف أن هناك 28 مكتبة عامة تابعة لإدارة المكتبات، بالإضافة إلى 13 مكتبة تابعة لوزارة الأوقاف والتي لا نعرف عنها شيئا، إنما هي مستقلة. إذا قسمنا العدد على عدد المكتبات يطلع عنا 1470 زائر للمكتبة الواحدة في السنة، وقسمناه على 365 يوم يطلع عندنا عدد الزوار 4 في اليوم، وهذا واقع مرير. نحاول جدا احنا جهدنا انه نرفع هذا المبلغ، لان العدد الى بالمئات، لأن خاصة اذا قررناه بمكتبات العامة في الدول الأجنبية هناك لا يقل عن 100 شخص يوميا يزورون المكتبة العامة، حتى لو كانت زيارة بسيطة للتصوير، أو حتى كان في استفتاء مرح في فلوريدا الأسبوع الماضي حوالي سنة. ما هو أكثر سؤال يسأل في المكتبات العامة الأمريكية؟ سألوا وين الحمام؟ أول سؤال هو وين الحمام عندكم؟ لأن الناس أول شيء حاجتها، ثم بعدين الدراسة والاقتصاد. لذلك سنلقي نظرة نحن عن الدراسات التي صدرت، رغم أنه هناك مئات الدراسات باللغة الإنجليزية عن مستقبل المكتبات العامة، لم يظهر في الكويت سوى دراسة واحدة خلال 30 سنة الماضية، دراسة عام 1999 تطوير واقع المكتبات العامة في الكويت، دكتور حسين الأنصاري وآخرون، حوالي 5 أشخاص من الزملاء في تخصص المكتبات. كان من أهدافها الوقوف على مدى الذهاب إلى المكتبات العامة وأسباب عدم الذهاب، ثم التعرف على مدى ملائمة أماكن المكتبات وتجهيزاتها واحتوياتها لمتطلبات العصر. كان هذا عام 1999، لم يكن هناك انترنت ولا سوشيال ميديا ولا سمارت فون ولا شيء. الآن الدراسة خرجت بنتيجة أن عدد المترددين، اعتبرنا أنه الذي يتردد دائما على المكتبة العامة هو 12 مرة وما فوق، يعني شهريا، مع أنه العدد في أمريكا هو 40، يتردد على المكتبة 40 مرة في السنة اعتبار أنه أسبوعيا مع عدد العطل الرسمية والإجازات. فاعتبرنا نحن أي واحد يزور المكتبة 12 مرة وما فوق يعتبر زائر دائم للمكتبات العامة. إجمالي العينة من 960 شخص طلع 11% فقط، أما بين الطلبة فهو 6% فقط، هذا 99. أحياناً يعني بين الزيارة واحدة و11 زيارة خلال السنة 39 بشكل عام، ارتفع إلى 45 بين الطلبة الجامعيين والثانويين.
نيفر أو أبدا لم يزر المكتبة العامة في حياته. 50% كانت عام 99 و 48 باقي الطلب. بعد حوالي 17 سنة قمنا بنفس الدراسة، أخذنا الأسباب التي ذكرها الدكتور حسين الأنصاري زميلنا ومدير الجامعة الآن، أخذنا نفس الأسباب وطرحناها على كمعوقات لماذا لا تذهب إلى المكتبة العامة. قمت فيها أنا وزملائي وطالباتي وطلبتي في المادة مقرر إدارة المكتبات العامة 531 هذا، فجمع البيانات للتعرف على مدى استخدام المكتبات العامة من قبل الطلبة الجامعيين والثانويين، على اعتبار أن الطلبة هم أكثر شريحة من المجتمع تزور المكتبة العامة. إذا لاحظنا مثلا من أفلام أو بعض الوثائق أن المكتبات العامة بأمريكا دائما تكون قريبة جدا من المدارس، لأن المكتبة العامة تتمم المكتبة المدرسية. الطالب يذهب مكتبة مدرسية ساعة في الأسبوع فيتابع عمله وواجباته في المكتبة العامة، فتكون على مسافة قريبة منها. لذلك أردنا أن نتعرف على أهم العوائق ونشوف إذا العوائق هي نفسها من 99 الآن أو تغير شيء فيها، ثم نقدم مقترحات لترتيب هذا. أعتذر عن البيانات حتكون بالإنجليزي، إنها سأشرحها باللغة العربية. إحنا عملنا إحصاء بين 500 طالب بين الثانوي والجامعي، كان فيهم 23% شباب و77% من الإناث، 80% كويتيين و20% غير كويتيين. شهاداتهم كانت 107 في المستوى الثانوي، يعني هذا الحالة الثانوية أو الدراسة الثانوية، 309 بكالوريوس في الجامعة، و24 جراديوت طبعا جمعناهم مع بعض كطلبة جامعيين، وحوالي 60 واحد يا أما تعليم خاص أو تعليم مهني أو دبلوم أو شيء معين. سألناهم نفس السؤال وقسمناها على نفس العدد 12 مرة فما فوق دائما، بين 1 و 12 أحيانا، وصفر طبعا اللي هي أبدا. طلع عندنا الدراسة سنة 16 هبط العدد من 6% إلى 4% الذي يزورون المكتبة دائما، 2% يعني حوالي 500 يعني حوالي 10. 45% كانت الحضور أحيانا، هبط إلى 35، حتى أحيانا كمان خف عدد الزوار. ارتفع عدد الزوار الذين لا يزورون المكتبة أبدا من 48 إلى 61% في عام 2016. طبعا الآن في مغريات أكثر، صار في عندنا جوجل، عندنا إنترنت، عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه كلها ناس كتير تعتبر إنه هذه تغنيك عن المكتبة العامة أو تحد من ذهابك إليها، لكن سنرى قريبا إن شاء الله العكس. إذن بعد هذه الدراسة سألناهم ما هي الموانع، لماذا لا تذهب إلى المكتبة العامة، ما هي أكثر هذه العوائق أو الموانع التي تمنعك؟ رقم واحد طلع إنه ليس هناك حاجة لزيارة المكتبة العامة. هذا يعطينا دلالة إنه ناس كتير لا تعرف ما هي المكتبة العامة. طالب الجامعة يقول لك أنا عندي بالمكتبة الجامعية أستغني عنها، لكن أنت ساكن هنا والمكتبة الجامعية في شويه والمكتبة العامة جنبك، وتروح تزور مكتبة عامة جنبك تستفيد منها كما تستفيد المكتبة، لكن ما يعرف ما يدرون. السبب الثاني هو أنه ليس هناك إعلانات، ما في دعاية، ما في إعلان كذا. الثالث هو ما في نشاطات أيضا، لا يوجد نشاطات المكتبة النشاط لأنه يجلب الناس إليها ولو عن كريوسيتي يعني عن أول مرة، ثم يأتي إليها مرة ثانية وثلاثة فيستطيع أن يكون مرتاح. رابعا الجميع يعتقد أن المكتبات العامة ليس فيها أي تكنولوجيا، لا كمبيوتر ولا إنترنت ولا غيره. ثالثا الستدي بريشر، دراسة الجامعة، ضغط دراسة الجامعة عليهم تجعل من الصعب عليهم زيارة المكتبة العامة، أو حتى كمان الواجبات العائلية، الواجبات الاجتماعية تعطي الشباب الشعب الكويتي يعني عنده كتير علاقات اجتماعية مع بعض. سابعا ليس هناك رغبة، يعني حتى لو كان في حاجة ما في رغبة لأنه أخذين فكرة غلط عن المكتبات العامة، لا يعرفون أي شيء عن خدمات المكتبات العامة، أو تاسعا أنه ما في موظفين متأهلين يعني حاملين شهادات، وأخيرا أنه المجموعة المكتبات العامة كلهم أخذين النوع من إنه مكتبات معلومات قديمة جدا. أردنا أن نتحقق من هذا فأخذنا كتاب حقائق وأرقام بشرف الأستاذ سهام، أخذنا بعض الإحصاءات. مثلا مكتبة الجابرية العامة رصيدها كان 2000 سنة 2000 37,983 كتاب عربي، ارتفع 2014 إلى 83,598 كتاب باللغة العربية، أي بزيادة 615 كتاب بمعدل 41 كتاب سنوي. يعني الكتب اللي نعتبرها حديثة مع أنه 15 سنة يعتبر قديم، إنما اعتبرناها أنه بالنسبة للبقية
هي كتب حديثة 615 وبقية المجموعة من قبل 2000. الأجنبية نفس الشيء، إنما طبعا أقل لأنه 14 كتاب في السنة. إذن عندنا 129 كتاب خلال 15 سنة الماضية فقط تعتبر كتب حديثة. إذن في معهم حق يعني بالنسبة لهذه إنه مجموعتنا نحن كتب قديمة. لذلك تلاحظ إنه المكتبات الجامعية مثلا اللي عندها الكتب هذه عوضت عنها بالكتاب الإلكتروني. لما تقول أنتم مجموعتكم فيها كتب قديمة أو كتب قليلة، تقول لك لا، نحن عندنا كتاب إلكتروني. واعتبروا أن كل زيارة يقوم بها الطالب إلى موقع المكتبة وبحث عن كتاب أو داونلود أو حتى معرفة كتاب أو حجز كتاب تعتبر زيارة للمكتبة اللي هي فيزيكال مش فيرتشوال. فعشان هيك حاولوا يخففوا منها، إنما المشكلة تتفاقم للأسف. هذا أدي أن أعيد إلى نقطة الصفر وأعتذر منكم جدا أنه أبدأ إلى المكتبات 101 بيقولوا مقدمة في علم المكتبات، لأنه لاحظت أنا أنه ناس كتير ما تعرف المكتبة العامة. أنا خبرت الأستاذ منير أنه من أسبوع أسبوع هذا افتتاح مكتبة القادسية العامة، وقفت أمام مكتبة القادسية العامة على بعد 5 أمتار منها وسألت حوالي 10 شباب كويتيين يمرون أمامي أين مكتبة القادسية العامة؟ قال لا أعرف. واحد قال لا يوجد مكتبة عامة. واحد قال هل مكتبة لتبيع الكتب؟ قلت لا، مكتبة تذهب إليها للبحث عن معلومة أو لقراءة كتاب أو استعارة كتاب. قال لا يوجد عندنا، هذه مكتبة جامعية. حتى 500 شخص الطلبة اللي عملنا استفتاء بيناتهم 78 منهم سموا مكتبة عامة مكتبة جرير. إذن هم لا يفرقون بين البوك ستور والمكتبة العامة. طبعا ذنب ليس ذنبهم، ذنبنا نحن المتخصصين أو الموظفين. نحن نعمل دعاية لوظيفتنا أو لمكتبتنا، لأنه نعتبر أن وظيفة المكتبات خاصة عامة هي رسالة وليست مجرد وظيفة من الساعة 8 للساعة 2. فعندنا نرجع لنحن نضطر أنه نعطيكم الأول أنه عندنا 5 أنواع من المكتبات. هي المكتبة الوطنية اللي موجودة عندنا، وهذه دورها في حفظ التراث الفكري للأجيال القادمة. يعني ما هي مكتبة بحث، إنما ممكن استخدامها لأنه رفوفها مغلقة وممنوع الذهاب إليها. ثانية المكتبة الجامعية اللي كنا تعودنا عليها، المكتبة الأكاديمية، المكتبة المتخصصة التابعة للشركات والمؤسسات، والمكتبة المدرسية، وأخيرا المكتبة العامة التي تتميز بأنها تخدم كل المكتبات الأخرى ولا أحد منهم يخدمها. يعني المكتبة عامة ممكن يزورها واحد متخصص، طبيب، محامي، مزارع، فلاح، أي شخص عام. فممنوع على المكتبة العامة أن ترفض أي شخص بناء على دين أو عرق أو لون أو شيء. حتى هناك حادثة أذكرها لكم. عام 2001 أحد المشردين في ولاية فلوريدا الأمريكية رائحته سيئة وثيابه وسخة، دخل إلى مكتبة عامة في فلوريدا وطرد منها. فأقام دعوة قضائية ضد المكتبة، حكمت له المحكمة بربع مليون دولار مكافأة له، وأجبرت موظفي المكتبة على أخذ ورشاب كيفية تتعامل مع المحتاجين والفقراء والمشردين. فقالوا لهم أنتم خالفتم أول هدف من أهدافكم اللي هو تقديم خدمة معلوماتية لكافة فئات الشعب دون تمييز، فأنتم ميزتم لأنه هذا فقير ومشرد، لذلك حكمت عليهم ربع مليون دولار له، وعقاب لهم أن يأخذوا ورشاب، كل موظفي المكتبة يأخذوا ورشاب في كيفية التعامل مع الموظفين. هذا المكتبة العامة إذا نحن نعرفها مؤسسة ثقافية اجتماعية تقدم خدمة معلوماتية لجميع رواد الشعب، لذلك أطلق عليها جامعة الشعب. هناك شغلة أحب أودها، أنه في بعض الأشخاص يقولون دكتور ماذا عن المكتبة الخاصة؟ ليس شيء اسمه مكتبة خاصة. فعندما تقول أنه أنا عندي في البيت مكتبة خاصة، تعبير هذا مجاز. أنت عندك مجموعة من الكتب أو مجموعة من الوثائق أو مجموعة من المجلات، لكن ليس عندك مكتبة. المكتبة هنا استعمالها أدبي أو استعمال مجاز. فالمكتبة هي مؤسسة ثقافية اجتماعية تقوم بخدمة الجمهور عن طريق الاقتناء والتنظيم والإتاحة. تقتني المطبوعات وغيرها، تنظمها ثم تتيحها للجمهور. وقد أشار بيان اليونسكو الصادر عن شأن التعليم أنه أثر المكتبة العامة في المجتمع، الذهاب إلى المكتبة باستمرار يؤدي إلى عادة القراءة عند الإنسان، وهذه تزيد من طاقاته الفكرية، كما تؤمن وتحفز التخيل والإبداع. عندنا نحن كنا في جيلنا كان الإنسان يقرأ الكتب أكل، يأكلهم أكل. ولا يمكن أن يكون شخص قوي باللغة العربية وقوي بالإنشاء والتعبير إذا لم يقرأ الأدب العربي من نجيب محفوظ إلى بخيل نعيمي إلى جبران خليل جبران
إلى رستبلط في المنطلوطي، كل هذه احنا نشأنا عليها وقرأناها كلها. لذلك بقول والله الجيل القديم كان متمكن اللغة أكثر، لأنه كان يطلع أكثر، كان يقرأ أكثر، ما كان محدود بالدراسة زي ده. لذلك المكتبة العامة تقريبا هي كل شيء. وفي عندي أنا فيديو صغير أحب أوريكم إياه قبل ما نكلم، إنما نتحدث عن أهدافها قبل، لأنه المكتب ماذا تعني المكتبة العامة للناس في أمريكا؟ وخمس دقائق نشوف بعدها نحن نعلق عليها. إنما أهداف المكتبة في عندنا حوالي 4 أهداف يجب أن تكون كلها شغالة فعالة، مش إنه أنا طافي واحدة على حساب التاني. طبعاً أول شيء هدف معلوماتي، تقديم المعلومة الصحيحة بطريقة سريعة وسهلة وبأقل وقت. هدف ثقافي، الإنسان يأتي إلى المكتبة العامة يتثقف، يقرأ أي كتاب، يتخصص في موضوع معين، يصبح له هواية يتعمق فيها. هدف تربوي، أي أن تساعد المكتبات المدرسية والطلبة في أداء مهماتهم وتعليمهم. وهدف ترفيه، هذا الهدف عندنا يكاد ينقرض. زرت أنا المكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض، فلم أجد فرق بينها وبين مكتبة جامعة الملك سعود، نفس الكتب تراثية وإسلامية وفقهية، وكأنك في مكتبة يعني متخصصة وليس في مكتبة فيها ليس فيها كتب مثلا عن الرياضة، عن المصارعة الحرة، عن كرة القدم، عن تنسيق الزهور، ليس فيها أي شيء من الأشياء الثقافية الخفيفة زي ما سميها، إلا كتب كلها كتب تراثية وكتب تثقيفية حقيقة. لذلك تختلف المكتبة العامة أنه فيها كتب غير متعمقة غير متخصصة، يحتاج كتب متخصصة يذهب إلى المكتبة الجامعية، إنما المكتبة العامة للثقافة العامة. لذلك أحب أني أوقف شوية أوريكم الفيديو الصغير هذا. In the business of satisfying the customer. They have a job or own a home where they can come to learn, to get information, to be entertained, and to become a contributing part of this society. The library is a place where people from all cultures and ages gather to convene and to become a neighborhood where we can all share our own thoughts and experiences. Libraries are vital. They are the bedrock of education of our children and of those who are older who need additional education. The more educated, the well informed, the populace, the more productive they will be, and you will contribute more positively to the economy. And you will be more competitive in this very competitive new world. Is primarily an agricultural county, and our clientele in our libraries are primarily people who are either involved in agriculture or support agriculture. Many residents do not have computers at home, and so access to computers at the library is their one opportunity to have computers. But adding the technology, we've had to learn so much more. Not only to access the databases to help the patrons, but also to instruct them in the use of this new technology. I teach at-risk 5th through 8th graders in this community. This morning I had a raise of hands for what they thought about the library here, and they all had comments. It was cool, it's great, we love it. This place provides them with the technology that they're going to need in the workforce. And if they don't know how to do it now, in 5 years, they're going to be at a huge disadvantage, which is a disadvantage to the community, really. Well, when you build a new library, renovate a new library, it becomes a community anchor. And when people look out and see a brand new library built, they're saying that the city believes in us. Just think of putting a brand new library, renovated library in my community. They must really believe in me. The people who come into the library are benefiting from technology in great ways. We see a lot of job search information. We had a wonderful mother who has a daughter who come in regularly to the library, very good patrons, and she was completing a job search
and was hired as a pharmacy assistant. I love my job. I love my job. I love the people I work with. I love the customers. I came here and applied online. Currently, I am again without computer use at home, and I come here about twice a week now to do research because I'm trying to start my own business. And with the help of the library right now, I really believe I will be able to start my business. هذه أراء بعض الناس الذين يأتون إلى المكتبة العامة ملاحظتهم لا يوجد فيها ذكر أنه أستعير كتاب أو أقرأ. المكتبة هناك هي نادي يأتون إليه للتعلم، للثقافة، للترفيه، للقاء بعضهم البعض، وحتى أيضا للبحث عن وظائف. إذن هذه ناحية ليست موجودة في العالم العربي، أن المكتبات العامة تحتوي على قواعد بيانات. هناك كثير من قواعد البيانات المجانية، خاصة قواعد البيانات الحكومية. هذه الفتاة السوداء جاءت تبحث عن وظيفة في المكتبة العامة، فبحثت في قواعد البيانات، وجدت وظيفة قدمتها أونلاين وحصلت على الوظيفة، لأن ليس لديها قدرة في البيت. فلذلك يعني قامت الطالبة هذه باستخدام المكتبة العامة أيضا لإيجاد وظيفة، وهذا أيضا من وظائف المكتبة العامة. إذا نحن نعود إلى محاضرتنا لنبدأ الحديث عن التحديات التي تواجه المكتبة العامة بعد أن تعرفنا عن تحديات المكتبة العامة. هناك كثير من التحديات تواجهنا. كثير من الناس يعتقدون أن التكنولوجيا هي التحدي الأول، إنما برأيي أنا التحدي الأول هو التحدي الاجتماعي. المكتبة تؤثر في المجتمع وتتأثر به، وللأسف المكتبة العامة في الكويت لا علاقة لها بالمجتمع. الناس لا يعرفون شيئا عن المكتبة العامة، ولا أقول هذا أن المكتبة العامة تلعب دور إن بس في تقديم خدمة معلوماتية، لا، هناك كثير من أعضاء المكتبة موجودين في المجالس، المؤسسات، مجالس مؤتمرات، مجالس جمعيات، مجالس أهلية. هناك عضو من المكتبة العامة ممثل مجلس البلدية حتى موجود فيها لمساعدة في تأمين المعلومات والمشاركة في المناسبات والأعياد. نحن عندنا مثلا في الكويت المكتبة العامة تقفل يوم السبت، لأن يوم السبت هو يوم العائلة في المكتبة العامة في كل دول أوروبا الغربية وأمريكا. السبت تذهب العائلة بكاملها المكتبة العامة، كل واحد يبحث عن معلومة أو حتى للتسلية أو للقاء بعضهم البعض أو اتفاق على موعد أو لشيء. فلذلك نحن إقفال المكتبات العامة يوم السبت لا يعطينا شيء. بعدين غياب المكتبة العامة في المناسبات العامة والوطنية، نحن مقبلين على العيد الوطني وعيد التحرير، أين المكتبة العامة من هذا؟ لماذا يوجد كشك صغير جنب برج التحرير يوزع بامفلت صغيرة عن الكويت، تاريخ استقلال الكويت، أمير الأول أمير للكويت، آخر أمير للكويت، يعني معلومات كلها صفحة واحدة وتوزع. أنا أرى على التلفزيون كل يوم في اليوم الوطني سؤال متى استقلت الكويت، وتأخذ جائزة 20 دينار، نص من الناس لا تعرف متى استقلت الكويت. فهذا دور المكتبة العامة، كشك صغير لا يكلف 20 دينار، العملية كلها تطبع بامفلت وتوزعهم وتساعد مع بالون أو مع علم الكويت تعطيهم إياها هدية. كثار من الناس سيعرفون أن هناك مكتبة عامة في حينا، فهذا أيضا تدخل المكتبة العامة في حياة الإنسان. مهما حاولنا، مهما كان عندنا تكنولوجيا وعندنا مجموعة كتب رائعة وعندنا مبنى مذهل، إذا لم يكن لدينا علاقة مع المجتمع فسنبقى معزولين. لذلك مهم جدا أن يكون الجمعية عضوية في الأندية في المؤسسات التعليمية، بالإضافة طبعا إلى تقديم خدمة معلوماتية جيدة. فالمكتبة العامة يجب أن تعزز دورها في المجتمع عن طريق الانخراط. هذا قلت مع الموظف اللي هو من الساعة 8 إلى الساعة 2 ليس له علاقة. هنا أقول أنا أن موظف المكتبة العامة هو صاحب رسالة قبل أن يكون موظفا، وهذا دوره حتى لو جهل شخصي منه. تأتي ثانيا التحدي التكنولوجي، وهذا نقصد به هنا فقط الكمبيوتر والإنترنت، إنما الآن التكنولوجيا موجودة. فعن التحدي الذي يمثله جوجل، الآن كثير من الناس يقولون لماذا أذهب إلى المكتبة العامة طالما أستطيع أحصل على المعلومة عن طريق جوجل. صحيح، هذا صحيح، إنما زي ما قلت زملائي هناك ثلاث مشاكل مع جوجل. المشكلة الأولى أن الكتاب الذي فيه حقوق المؤلف كوبيرايت لا يستطيع جوجل أن يعطيك نسخة كاملة منه، ممنوع عليه أن يدخل لديه دعوة قضائية ضد، ويعطيك عنوان أو صفحة المحتويات أو صفحتين على الأكثر. إذا حقوق المؤلف تمنع جوجل من أعطائك كامل المعلومة. المشكلة الثانية مع جوجل أنه يقبل الدعايات التجارية، ممكن أن تكون نتائج البحث الأولية كلها تصب في مصلحة تجارية معينة أو شركة معينة أو موقع معين.
ثالثا جوجل ليس مسؤولا عن محتوى المواقع. ممكن يكون في مواقع لا أخلاقية، مواقع فيها فيروس، مواقع كاذبة، مواقع بسموها خادعة. يعني تدخل على موقع مثلا NBK يكون في مسخة خادعة، تفكر حالك أنت دخلت على موقع آمن، يكون هو غير آمن، تعطي رقمك السري وتسرق المعلومات وتسرق الأموال حتى منه. هنا يأتي دور المكتبة لنشدد عليه. المكتبة البحث عن المعلومات بطريقة آمنة، بينما جوجل معرض لكثير من الأخطاء ومن المشاكل. فالبحث المكتبة العامة أخصائي المعلومات يساعدك على الحصول على مراجع موثوق بها، مراجع صحيحة وليست كاذبة، ويخفيك أخفي عنك المراجع السيئة التي تختفي حول مراجع عامة. ثانيا المكتبات العامة بس أن يكون عندنا كمبيوتر وإنترنت، طبعا إنترنت ضروري، بس يكون عندنا واي فاي. لماذا لا يكون في المكتبة واي فاي؟ كل المكتبة مغطاة بالواي فاي، حتى الإنسان الذي يأتي إليها يقولون أحد إذا حطينا واي فاي حيأتي شخص يجلس على التليفون يقعد طول النهار. لابد يعني sooner or later إلا ما أنه يطلع حواليه يلاقي كتاب يعجبه، يلاقي كمبيوتر، يلاقي يتعود. أول مرة طلع على التليفون، ثاني مرة لقى كتاب، ثالث مرة يصير يزور المكتبة، يصبح زائر دائم للمكتبة لما يلاقي فيها واي فاي، لما يلاقي قواعد بيانات، لما يلاقي فيها كتاب إلكتروني ممكن يعمل له داونلود بطريقة آمنة أو إي بوك أو إي جورنال. هذه كثير منها موجود بشكل مجاني، لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة. إذا علينا نحن كما يقول المثل، إذا ما فيك تجي معه، إذا ما فيك تحارب، فيك تحاربه تعا معه. فنحن نستطيع أن نواجه جوجل ونحارب، يجب أن نحتوي جوجل ونستخدمه في المكتبة، نشدد على الاستخدام الآمن للمعلومات في المكتبات العامة. ثالثا التحدي الاقتصادي، كلنا نعلم أن المكتبات العامة تواجه تقلص مستمر في ميزانياتها، وهناك عدد محدود من التبرعات تأتيها من العالم الخارجي أو القطاع الخاص. لا أدري إذا كان مسموح للمكتبة العامة أن تتلقى فلوس مثلاً أو مساعدات عينية أو تذهب إلى الوزارة ثم توزع، ما عندي فكرة. إنما بشكل عام المكتبة العامة زي ما قلنا تتأثر بالمجتمع، كل ما كان المجتمع فيه بحبوحة وفي حياة اقتصادية جيدة يتبرع للمكتبة العامة ويساهم فيه. كلما تقشف الجمهور أو تقشفت الناس خفت الخدمة للمكتبات العامة. ثم أن ارتفاع أسعار المطبوعات ترتفع نسبة سنوية حوالي 5% كل سنة، اشتراكات المجلات المطبوعة أيضا ترتفع، فهنا نلجأ إلى المجلات الإلكترونية وقواعد البيانات، بالإضافة إلى ضعف الرواتب وعدم وجود حوافز. هذه كلها تشكل ضغط على المكتبة العامة، فكيف يعمل موظف المكتبة العامة ضمن كل هذه الظروف؟ طبعا هنا لا نستطيع أن نقول نزيد راتبه ولا نزيد شغلات، إنما المهم أن يفهم الموظف أنه هو صاحب رسالة وأن عليها الحضور، يسموها بالإنجليزي odd hours، يعني الأوقات غير الطبيعية، غير الثمانية التنتين أو أربعة الثمانية، تفتح بالويك إند، تفتح في الليل، تجي بالمناسبات الوطنية، الأعياد، تكون لها أحيانا يعني مشاركة، تصبح المكتبة جزء من المجتمع، وهذا هو الهدف الأسمى أكثر من التكنولوجيا وجهه. ثم نأتي إلى التحدي المهني. نحن نواجه نقص كثير في المتخصصين من المواطنين أهل البلد الكويتيين. عندنا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تخرج حوالي 150 خريجا في السنة، لا تكفي. هناك حاجة لحوالي 300 موظف في المكتبات الخمس سنوات القادمة، والهيئة العامة لا تكفي متطوعين. لذلك تلجأ المكتبات العامة إلى تعيين الأجانب أو الوافدين كما يسموهم في الوظائف هذه. تجد مثلا موظف في المكتبة حقوق أو أدب أو تاريخ أو جغرافيا ومجالس هناك. هذا لا يمنع أن يكون بعضهم، من الأجل أن يكون هناك أخصائي معلومات حاصل على شهادة البكالوريوس ويفضل ماجستير طبعا في التخصص، بالإضافة إلى الخبرة، وحتى يكون يقود المكتبة العامة إلى وضع أفضل. بعدين عندنا مشكلة في العالم العربي هي عدم وجود متطوعين. المكتبات العامة في كل العالم مبنية على الفولونتي، تطوع، طالب في المدرسة يتطوع في نهاية الأسبوع، موظف يتطوع في الليل وتوظف دائما. هنا لا يوجد أي شخص يتطوع. إذا حبيت أن تتطوع هناك كثير من العوائق، لا نستطيع أن نستقبلك، ليس عندنا المكتب، ليس عندنا مسؤولية. فحتى لو واحد يحب يتطوع كمان في مالك الجد. أنا أذكر لما كنت في سنة في تنسي، كنت يعني زائر لمكتب جامعة تنسي، كان عندي 5 أيام في الأسبوع مشغول، إنما سبت وأحد لم يكن لي شغل. تطوعت في مركز السرطان وأمن لهم الاجتماع، أمن لهم قهوة والشاي، أجمعهم في غرفة معينة وأجلس أنا بالخارج أطالع وأشوف. يعني عبيت وقتي بالتطوع. هنا لا نرى أنه أحد متطوع للعمل في المكتبة العامة وحتى في المستشفى، هي كمان واجب إنساني يتطوع فيه الوقت، ما
مش ضروري يكون شيء يكون بفلوس او بمردود مالي. فالدور الغائب كمان ايضا مهم جدا هو جمعيه المكتبات والمعلومات الكويتيه التي هدف من اهدافها توصيف الوظائف لاخصائيي المكتبات والمعلومات ومخاطبه ديوان الخدمه المدنيه لتحسين وضعهم المادي والمعنوي. لان في بعض الاحيان يقولون امين مكتبه وامين مستودع نفس الوظيفه نفس الرتبه نفس الراتب. هذاك يعد كم كيس بطاطا دخل وكم كيس بطاطا طلع وهذا موظف مكتبه ياخذون نفس الراتب. لا، المفروض يكون في يعني اعتبار للتخصص للشهاده لنوعيه العمل كمان. فيجب على جمعيه المكتبات ان تحاور مجلس الخدمه المدنيه او ديوان الخدمه المدنيه لكي توصيف الوظائف لاخصائي المعلومات وتضع سلم للمواتب والحوافز. اما الحوافز حتى الحوافز الماديه، ما الذي يمنع مثلا مكتبه عامه ان تضع زي السوبر ماركت الموظف المثالي هذا الشهر؟ تضع صورته فقط انه انت موظف مثالي الشهر هذا، يحس هو بالفخر انه والله في ناس عم تنتبه لي، في ناس يعني تهتم بالامر، في ناس عم تحس انه انا عم اشتغل، فترفع معنويات الموظفين. كمان في عندنا تحدي اللي هو الماركتينج او الاعلامي. الان وجود مكتبه عامه على تويتر على الفيسبوك على الانستغرام مجانا، ما فيها شيء، بس حط رقم تليفون وحط موقع وكل العالم تتخاطب معك. او حتى لكل مكتبه عامه يكون لها موقع على الانترنت. انا لاحظت انه مكتبه الجابريه العامه عندها موقع على الفيسبوك، انما الموقع لو تلاحظوا في حدا منكم فتحه وشوف انه كل المشاركات هي خريطه الموقع، اين تقع المكتبه، اين تقع المكتبه، ما في مشاركه. للاسف نحن العرب سلبيين، وعندي هون زميل العزيز استاذ محمد البحراني عنده موقع من 2008 يقول لي نحن العرب يقرا المقاله لا يحط لايك ولا يعلق ولا يحرك كومنت ولا يخبر الناس انه والله اطلعت عليها. فنحن دائما باسيف، يعني نقرا ولا نعلق ولا نشارك ولا نضع حتى لايك حتى يشجع الاخر انه يكتب مرتين. يجب ان نكون حيويين يعني بوزيتيف، او مش باسيف نكون اكتف، يعني انه اذا قرانا مقاله جيده نكتب والله يعطيك العافيه ممتاز مقاله ممتازه مشكور. الطريقه هتحس الواحد انه في ناس عم تتجاوب معه فيؤدي. نفس الشيء في المكتبه العامه، لما اقوم انا بمحاضره زي هذا والكل يقول الله يعطيك العافيه والله نشاطك كويس يعطيك العافيه، ثاني مره تعمل اعلان لدعايه امسيه شعريه الكل هيش لانه عارف انه هذه وتربيه نشاطات مش انه مكتبه ثانيه. فمهم جدا ان نسوق المكتبه في وسائل التكنولوجيا الحديثه اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي مجانيه. حتى موقع المكتبه اللي متابع للحكومه مجرد اثبات انه هي موقع لمؤسسه نون بروفيت اورجانيزيشن يعطوك موقع مجانا .gov او .edu ما بحاجه الى .com. فلذلك علينا نحن ان نفعل هذه كمان عشان نوصل المعلومه للناس. وناتي الى التحدي الاخر اللي هو التحدي الاداري. المركزيه الاداريه لها حسنات ولها سيئات. يجب اعطاء الاستقلاليه للمكتبات العامه. تفويض، هذا مبدا من مبادئ الاداره delegation. ان delegate some of your system or some of your job to the head of the department or head of the line. يجب ان نفوض رئيس المكتبه او مدير المكتبه باتخاذ بعض القرارات المهمه تسمح له استقلاليه تامه. يجب ان يكون هناك اتحاد قوه. المكتبات العامه يكون لها اتحاد، يكون لها جمعيه، يكون لها نتورك، شبكه المكتبات العامه في الكويت تستفيد من بعضها البعض، تتقاسم المسؤوليه، تتقاسم حتى الميزانيه، وتتبادل بالمطبوعات، تتبادل بالثقافات، وايضا يكون في تعاون بينها. هذا يشجعها لها انه تتحسن وضعها جدا. امين مكتبه يفضل انه يعين امين مكتبه يكون حاسس على التخصص، يعني يكون عنده بكالوريوس مكتبات او ماجستير، ويفضل انه يكون كمان اخذ موارد في العلوم الاداريه، يعني هو حيكون بزنس يعني رئيس او رئيس فرع او رئيس امين مكتبه، فيكون عنده تخصص، لازم يكون عنده شهاده رسميه، ويفضل انه يكون عنده شهاده يعني او تخصص مساند في العلوم الاداريه او حتى بعلم النفس، لانه مهم جدا نحن ان نكون عندنا كيفيه التعامل مع الشخص الذي ياتي. حتى يقرب منا بنلاحظه لما تروح على المول تدخل على محل دغري يطلع لك الموظف ايش تحب ايش اسعارك؟ قول له حل عنه انا جاي اتوسط ويندو شوبينج، هذا يزعجك يخليك تطلع من المكان، بينما تدخل على مكان ثاني يرحبوا فيك اهلا وسهلا تفضل ترتاح انه ما في حدا ضغط عليك. هذا مهم جدا بالمكتبات العامه انه نخلي الشخص يعتبر انه هذا بيته. هذه مهمة كمان في العنصر. يبقى كمان عنا عنصر مهم، أنا دائما بقول لطلابي أنه بني الإسلام على خمس أركان، الإسلام الخمسة كنا حافظينها، فالمكتبات أيضا بنيت على خمس. هناك خمس أركان للمكتبات يجب أن تراعى كلها، وأي ضعف في واحدة منها يؤدي إلى ضعف كامل في المكتبة كلها. أولا
توفر كمية كافية من أوعية المعلومات سواء مطبوعة أو إلكترونية. وكلمة كافية هون تحتاج شرح ساعتين، لكن طبعا ليس عندنا الوقت. إنما أتذكر أنا لما كنت طالب في هناك سنة 1968 دراسة قام بها اسمه كلاب إن جوردن، عملوا فيها دراسة مسحية للمكتبات الجامعية كم يجب أن يكون فيها كتاب، وضربوا عدد الطلاب مثلا بخمسة، عدد المدرسين بعشرة، على الأقسام في مية، وطلع عندهم عدد معين كوانتيتيف يعني كمية وليست كواليتي. إنما كلمة كافية تعتمد على المجتمع، لأن المكتبة تخدم المجتمع المحلي. نحن مكتبة الجابرية تخدم فقط الجابرية يمكن حوالي، لكن ما تخدم المناطق الثانية مثل مراكز الرعاية الصحية. ففي فرق بالإنجليزي بين سوسايتي اللي هو سوسايتي المجتمع الكويتي والمجتمع المحلي اللي هو الكوميونيتي. نحن نخدم الكوميونيتي وليس السوسايتي بشكل عام. ثانيا توفر ميزانية كافية ومستمرة، خاصة أن الدينار يخفض تهبط قيمته سنة عن سنة والعملة بشكل عام، يجب أن يكون هناك زيادة أو حتى مساواة، ولكن في تخفيض هذا قتال يعني بالمكتبة العامة. ثالثا كمان عنصر هو الإنسان، العنصر البشري، قوى عاملة كفوءة يعني عندها شهادة تخصص وخبيرة عندها خبرة في التعامل مع الكتب والمكتبات والمرواد حتى. رابعا توفر التنظيم الجيد، وما نقصد به التنظيم الجيد فهرس أو تصنيف فقط، إنما كمان موقع إلكتروني أو داتابيس أو حتى نظام هورايزون أو نظام السيمفوني اللي موجود عندنا في الكويت، هذا أوتوميشن أو نظام آلي، الفهرس الآلي يستطيع الإنسان أن يبحث فيه عن كتاب في المكتبة من أي مكان في العالم، ليس وجود يكون موجود في المكتبة. وأخيرا توفر المباني والأجهزة المناسبة. طبعا المبنى الآن كمان تغيرت نظرته، إنه كان أول شيء مبنى فخم وكبير و12 دور وضخامة، الآن تخلص لأنه مجموعتنا أصبحت إلكترونية ولم تعد مطبوعة، فخف الضغط على المبنى الضخم والكبير، إنما أصبح الآن efficiency أكثر مهمة من الضخامة. فهذه الخمسة مثلا أي ضعف في واحد منها يؤدي إلى ضعف في المكتبة كلها. إذا عندنا أوعية معلومات جيدة لكن ما عندنا موظف يقدر يعطيك جواب على سؤال، كثير من الناس تذهب إلى قسم المرايا تبحث، أنا أريد معلومات عن مرض الإيدز في الكويت، والله ما أدري شو هناك، لا لازم تعطيه خبر، لازم تقول له ادخل إلى قاعدة بيانات ابحث عن كذا أو دله على كتاب موجود الأخبار أو مطبوع أو شيء. فيجب أن يكون شخص المراجع مسؤول عن المراجع ملم متخصص ويعرف المجموعة، يدرس المجموعة اللي موجودة عنده، مش بس إن يكون والله أنا عارف بشكل عام لكن والله ما أدري إذا الكتاب هذا موجود عنده ولا لا، لازم تعرف، هذا جهد شخصي. ادرس الكولكشن تبع عندك موجودة في المكتبة وعرفها جيدة وكأنها فرد من أفراد عائلتك يعني مجموعتك، تجاوب على أسئلة، لأن مهم جدا أي واحد تروح لهناك يسأل سؤال ما لاقي الجواب لن يعود ثانية، أما إذا لاقى الجواب واقتنع فيه سيأتي دائما. هذه حتى بالتسويق، سلطان سنتر عنده كل ما تريده تحت سقف واحد، إنه كل اللي تحتاجه عندنا عشان إنه ما في شيء مش موجود عندنا، هذه نوع من التسويق. المكتبة أيضا عشان تسوق نفسها، طبعا المبنى والتنظيم كمان. يبقى عندنا أخيرا أهمية العنصر البشري، مهما كان عندنا تكنولوجيا وكان عندنا إنترنت وكان عندنا مجموعة كاملة، إذا لم يكن الموظف عنده جهد شخصي أن يقوم بجهد شخصي لتحسين وضع المكتبة بدون ما يكون فيه مكافأة مادية أو فلوس أو عطلة أو تعطي أو شيء، وأشرك على الله ما يمنع أنه أنا عندي تليفون حط موقع المكتبة على تويتر وأبث الأخبار، وصلنا الآن كتاب الفلاني، عندنا لقاء، عندنا اجتماع، عندنا أمسية شعرية، عندنا تنسيق ظهور، عندنا توقيع كتاب. توقيع كتاب في كل دول العالم يتم بالمكتبات العامة، عندنا هون يتم في معرض الكتاب أو دور النشر أو في مؤسسات سياحية. لماذا يأتي شخص إلى المكتبة العامة يوقع كتابه ويزوره الناس كثيرين يشترون الكتاب يطلعون على المكتب؟ المدارس الليلية والمدارس المسائية، هذا أفضل مكان للطلبة شباب يأتون في الليل يأخذون دروس مع بعضهم متطوعين في التدريس في المكتبة العامة. تعالوا المكتبة العامة مكان لكم، نحن نأملكم الكتب ونأملكم القاعة ونأملكم أحيانا متطوعين يدرسوه، يعني المكتبة العامة تصبح نادي مثل النادي، بيروحوا له الناس كثير على النادي للترفيه للتسلية للثقافة للعلم للبحث عن معلومة للتعارف حتى مع بعضهم البعض، لا شيء يمنع أن يكون هذا. فمهم جدا الجهود الشخصية والعلاقات العامة والاندماج في المجتمع، ما يكون الإنسان انطوائي. موظف المكتبة يجب عليه أن لا يكون انطوائي، يجب عليه أن يكون بارز ونشط في المجتمع في الجمعيات في المؤسسات في النشاطات اليومية مساهم دائما، فهذا الشخصية تؤدي إلى نجاح المكتبة أكثر من ذلك. وشكرا. تقدم
الشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل دكتور سمير حمادة. وإذا في أي أسئلة أو تعقيبات تفضل. بس عندي بس بعض النقاط تعقيبا على كلامك. انت قلت ان اخر دراسه اقيمت عن المكتبات العامه سنه 99. لا عن مدى استخدام المكتبات العامه. إيه. عن المكتبات العامه في كثير دراسات. دراسات كويتيه محليه اقصد؟ اي كويتيه. استخدام المكتبه العامه كم مره ولماذا لا تستخدمها الاسباب الموانع بس دراسه 99 ودراسه حاليا عم سويها. يعني احنا يعني قاعد افهم من كلامك انه ما عندنا دراسات كثيره بخصوص الموضوع هذا. لا مش دراسه واحده. انا اخذ دراسه 90 من القرن العشرين. هذه اخر دراسه في الدكتوره نهله الحمود كتبت عده مقالات عن تخصص عن المجموعات وعن الخدمات. انا اللي بس بوصلنا اذا ما كان في دراسات شلون نعرف المستقبل؟ يعني اذا ما كان أو هذا نحن ندعو انه تكتب معلومات عن وطن. نحن الان مثلا بالجامعه نكتب بحوثنا ننشرها في مجلات محكمه عالميه لا يقراها الشعب الكويتي او الشعب العربي. هنا يأتي دور اللي هو بوستر سيشن اللي هو الملصقات أو نحن نخبر الناس إنه ماذا قدمنا هنا. أنا لما أكتب مقالة باللغة الإنجليزية لن تستفيد منها عندما إذا ترجمتها أو نشرتها أو عرضتها في الكويت. فهناك معلومات محلية يجب أن ننشرها. نحن ضعفاء جدا في نشر المعلومات الوطن. أعطيك معلومة. إذا سألتك سؤال من هو أشهر كاتب بالأدب الإنجليزي؟ شكسبير طبعا. من هو أشهر شاعر بالعرب؟ المتنبي. من هو أشهر شاعر كويتي؟ من هو أشهر أديب كويتي؟ ما أدري. من هو أشهر قاص كويتي؟ القصص. ما أدري. ليه؟ مش عاد بسبب منك بسبب نحن الكتاب لم نكتب عن مشاهيرنا الهوز هو الأدب. لم نكتب عن لم نعرف العالم عن علمائنا وأطبائنا وشعرائنا وأدباء. دكتور أنا أقصد إذا كان الناس العاملين على المكتبات العامة. أيوة موظفين. مقصرين. في إيصال الرسالة الصحيحة والصورة الصحيحة للمسؤولين اللي المفروض أن نلقى منهم الدعم على الصورة الحقيقية للمكتبات العامة. شلون يعني نرجو أن حال المكتبات العامة أن يتطور؟ معناته أنه ما راح يتطور لا حتى على المدى البعيد. يمكن ما راح نشوف أي تغيير. في بعض الملاحظات أن المكتبات العامة أول شيء غير كريمة وبيئة غير مضيافة أبداً. وهذا عن غيرنا إن شاء الله. هذا اللي إحنا قاعد نتكلم. إحنا هذا هذه الحال فيها من أول ما وعيت أنا على المكتبات العامة. من أول ما وعيت أنا مواليد 80 وأنا من أول ما وعيت على المكتبات العامة ونفس الوضع ونفس الديزاين ونفس الكراسي ونفس الطاولات نفس الإضاءة المزعجة النيون هذه مزعجة. فإحنا نتكلم عن ما في تطوير طلع على المكتبات العامة. صار لنا تقريبا اكثر من 20 ممكن سنه. لذلك ان احنا لا نلقي باللائمه على المجتمع. المؤسسات الحكوميه لها دور. تقاعس حاله المجتمع اللي وصل لها ترى هي تربيه مؤسسات الدوله. احنا دوله مؤسسات. اذا ما ربينا شعبنا على 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 حب القراءه والاطلاع والمعرفه ما راح يصير الشعب مهتم اصلا للمكتبات العامه. كذلك الحصول اصبح احنا قاعد نتكلم لما نتكلم عن جيلك دكتور الكتب في ذاك الزمن شحيح الان اصبح الكتاب متوفر. انا من اسبوع طالب 7 كتب عن طريق امازون وصلوا لي الى البيت. فمساله خصوصا احنا في مجتمع كويتي عندنا وفره ماليه نستطيع ان نشتري الكتاب وين ما كان. فمساله الاعتماد اصبح على المكتبه العامه اصبح غير يعني غير منطقي. يعني اقدر اني احصل على اي مرجع واي كتاب في اي بلد. في عفوا بس لازم يكون عندك كريدت كارد. اذا ما عندك كريدت كارد ما تشتري. من هو عندك كريدت كارد دكتور؟ اوه انا عم تحكي عن مجتمع في ناس عندك ناس ما عندهم كمبيوتر بالبيت. احنا معقول الشعب الكويتي 100% كلهم عندهم كمبيوتر وانترنت وموبايل؟ منو ما عنده كمبيوتر؟ نبغى احصاءات نبغى معلومات التكنولوجيا حسب بالفيديو. احنا ما نخدم عفوا دكتور بس موجودين بالكويت الكويتيين يعني وافدين. اي مو كلهم عندهم وافد. كم واحد من عنده كمبيوتر وانترنت؟ شغلات كثيره واقف فيها عشان اين دور المكتبات العامه في معرض الكتاب؟ معرض الكتاب اكبر محفل ثقافي في الكويت. لا يوجد تاتي الكتب لعندك لما تروح ماكو وجود ذكر للمكتبات العامه في معرض الكتاب. ليش؟ شنو السبب؟ ما نشوف. لا انا فرحت صراحه يوم شفت انه في محاضره او قائمه في مكتبه. انا حتى دكيت على واحد من ربعي قلت له وين؟ ساكن بالجابريه وين مكتبتكم العامه؟ انا جاي من العدام المنطقه العاشره. قال والله ما ادري والله ما ادري. ابى
بس اكيد عنده جمعيه، حتى اصلا المكتبه مالها لافته، وشكل المكتبه اساسا كانها مؤسسه حكوميه، وهذه مشكله. لا حتى المدخل فيها خلفي، المدخل فيها خلفي ما تحس انه، لا لا قصدي انه شكل المكتبه يوحي انها مؤسسه حكوميه، وشكل المؤسسات الحكوميه اصلا غير شكل منافس. يعني صح كلامك سليم. تفضل. اول شيء انا اعتذر اني انا وصلت متاخر بسبب الزحام، فما ادري شنو اطير في بدايه. والله يعطيكم العافيه ان تكلمتوا على موضوع المؤثرات العامه. احنا نتكلم يمكن انا فهمته ان الحديث فقط عن المؤثرات العامه. المؤثرات العامه لها عموم معين، وروادها لهم عموم معين. نتكلم ايضا عن المؤثرات المدرسيه. من اهل الطلبه الصغار ناشئه ان في شيء اسمه مكتبه. المكتبات المدرسيه اللي انا سمعتها من ربع زملاء في المدارس والمعلمين، في بعض المكتبات المدرسيه صارت مخازن. في مدارس ما فيها مكتبات مدرسيه. هذا الشيء شلون يطلع واحد يبي يستخدم مكتبه عامه اذا مدرسته ما فيها مكتبه؟ ما يعرف شلون هو يبقى. كله مترابط مع بعض. العملية كلها في موضوع ديزاين أو تصاميم المكتبات. مكتبة في عينها سجن، ما يصير لوحة زرقاء مكتوب عليها مكتبة عامة، شيء بشع جدا. وإحنا ككويتيين يعني عارف إن إحنا الفنتج وهي السوالف طبع أمور طيبة، ليش إن هني إحنا ككويتيين إحنا نتهمها كمواطنين؟ ليش إحنا ما نتكلم؟ ليش إحنا ما نسأل ونكلم الادارات المعنيه في موضوع المكتبات العامه او المكتبات المدرسيه عن الموضوع هذا؟ اختم بقصه بسيطه. في يوم من الايام زرت مكتبه مدرسيه كانوا مشاركين في تحدي القراءه العربي اللي اطلق من الامارات الشيخ محمد. لما رحت المدرسه امين المكتبه خلاني لازم يوديني حق مدير المدرسه انه لازم اخذ منه تصريح اني انا اروح المكتبه المدرسيه. كأني أنا جاي بسوي شيء إجرامي، أو إني أنا جاي بتطفل على شيء وايد سري، مع إني جاي بسوق العملية هذه في السوشيال ميديا. آخر شيء قال لا تصور، وإحنا ترى المفروض ما مدخلينك، كرهني بالعملية كلها ومشيت. وهذا حكي. أنا عندي درس المكتبة العامة، أرسل طلابي وطالباتي في الواحد يزور مكتبة عامة يكتب تقرير عام، يصور بس المدخل تحت المراجع تحت الإعارة والباقي من خارج. ناس كثير قال منعونا ما قدرنا نصور، حتى التصوير خارجي منعوهم، خاصة إذا كانوا يعني شباب كانوا جاي يصوروا البنات ولا شيء. دائما أنا ناخذ ناحية سيئة بالعمليات. ولاحظت حتى أنا بالتقارير خلال 10 سنوات ما في صورة جابوها الطلبة وفيها بشري، كلها فاضي وكأنها مهجورة. لا هم يقولوا الناس أنا نصور زيهم ابعدوا عشان نصور الطاولات والكتب، لأن الناس يريدوا البشر بالمكتبة العامة. شوف مكتبتي، شوف المحاضرة عندي لأنها أول واحدة الصورة اللي هي هذه مكتبة عامة بأمريكا يوم السبت. شوف ستوري تيلينج، تجلس مكتبة أمينة المكتبة تقرأ قصة للأطفال، مجمعين الأطفال كلهم حول قاعد اجتماع الأهالي مجتمعين مع بعض يتناقشون بأمور المكتبة، تمويل نادي أصدقاء المكتبة العامة وين بالكويت ما في، نادي أصدقاء الكتاب ما في، في نادي أصدقاء الفريق الرياضي وفريق الملابس، لكن ما في نادي أصدقاء المكتبة، نادي أصدقاء الكتاب، جمعية الكتاب الكويتي أو العربي ما أدري إذا فيه ولا ما فيه، لكن ما حاسين إنه فيه. لا ما في نشاطات. عفوا دكتور، احنا عندنا أنشطة ثقافية أو مجاميع ثقافية تطوعية كثيرة في الكويت. معروف؟ الكويت ده دور رائد. لما الاحتلال العراقي لها كان في 87 مطبوعة من أهم مطبوعات العالم العربي قبل الدور. فقدنا الدور وقتها. نتكلم عن حاليا في مشاريع ثقافية كويتية كثيرة. متميزة، لكن ما عندهم أنشطة مع المكتبات. الربط ما في عندهم ربط. إذا صار في ربط، يعني إحنا عندنا فريق تطوعي يوم الأيام في بداية أظن 2015 راسلنا المكتبة، إدارة المكتبات في الزهرة، على أساس إن إحنا نستخدم قاعة من قاعة المكتبات العامة. قالوا لا الحين توقف. انتهى هني. لا احنا قدرنا نتواصل وياهم ولا صار فيه. من المضحك انه عام 1999 من توصيات دراسه الدكتور حسين الانصاري واخرون انه اعاده النظر بتبعيه المكتبه من المجلس الوطني ودراسه الحاقها بوزاره التربيه. الان احنا عملنا طريق فين يوتيرن
ورجعنا، فإن شاء الله المرة تكون ثابتة، تكون يعني التغيير جذري بالمرتبات العالية. نعم؟ الحين ما زالت تبع المجلس الوطني. الآن حالياً نقلت جديد. هي كانت بالتسعينات مع المجلس الوطني، أعيدت إلى وزارة التربية، والآن أعيدت إلى الرئيس الوطني. بين متوهقين فيها. بين حانا ومانا، إن شاء الله هالمرة تثبت إن شاء الله يكون في يعني قفزة نوعية. ما نقدر نحدد يعني فترة الانتقال توها. هذه المشكلة تمام. حتى في بعض المكتبات ما عندها ميزانية تنظف المكتبة، لأنه بين اثنين، بين الوزارة وبين الصنفاء، كثير أشياء مجمعة. المصعد هون شغال. لا أنا خربان صار له سنة، اليرموك عندي كان طلاب. أربع سنوات المصعد خربان والمكتبة تطلع لها سلم 42 درجة مش على الطاولة. في شغلات، بس هاي شغلات نحن يعني بنقول إنه مش هذا التأمين فلوس وتأمل، ما أنا شغلات جذرية. أهم شيء الإنسان، أهم شيء الموظف، أهم شيء الشخص اللي بيجي على المكتبة تستقبله بوجه بشوش ومساعدة، وإنك عايز تسيح مساعدة، مش إنه مثلا والله ما عندنا والله ما عندنا والله خاصين والله مش موجود. تهرب الناس. هذا برأيي إحنا الإنسان أهم شيء. حتى لو كان لاحظ مثلاً نحن بالكويت، أنا أزور أفخم المطاعم وأكل في المطاعم، لكن لما أبغى أكل أروح على الكورنر على الرصيف أكل فول وطعمية من عند واحد على الرصيف. هذا لا عنده ديكور ولا عنده تكييف ولا عنده ديزاين، على الرصيف بس أكله طيب. هذا نوعي من الخدمة. الخدمة الطيبة تغني عن الموقع والمكان الجميل. أهم شيء الإنسان والخدمة الطيبة. هذا برأيي الشخصي. طبعا دكتور سمير اشكرك على هالمحاضره الطيبه. استاذي طبعا الدكتور سمير، بس يمكن على مو اكبر شوي وايد من الاخوان. انا يعني تخرجت من الجامعه سنه 96، يعني مع بدايه او قبل ظهور الانترنت او مع بدايه ظهور الانترنت، كانوا لما يعطونا اساينمنت او يعطونا تكليف او يعطونا واجب، الاستاذ او الدكتور ما له شغل فيك من وين تجيب المعلومه، لانه يدري بالنهايه لا في انترنت لا في كمبيوتر لا في مصادر معلومات الا المصادر المطبوعه. زين، فنضطر غصبا علينا حتى واحنا طلاب ثانوي حتى واحنا طلاب متوسط كنا نروح المكتبه العامه وندور المكتبات، مكتبه بيان، مكتبه الرئيسيه، مكتبه صباح السالم، مش عارف ايش، ونقعد الساعات وندور. مع ان كنا صغار يعني كنا يهال وما حد علمنا شو نسوي اصلا، مو مثل الحين. المشكله شو لما طلعت الانترنت هالدور غاب. معظم الطلبه او اللي هم الفئه الغالبه يعني الاغلب في في الأكاديمية بالكويت صاروا يجون للإنترنت، مادة جاهزة موجودة، تم إهمال المكتبات. للأسف المدرسين في وزارة التربية ما عندهم ثقافة معلوماتية إنه يدقق إن هذا المصدر والله صحيح ولا مو صحيح، المصدر هذا إلكتروني ولا مصدر مطبوع، إن المصدر هذا موثق ولا المصدر هذا موثق. اللي عليه الأستاذ في الثانوية أو في المتوسطة أو في غيره إنه عنده الأسايمنت جاهزة. طبعاً هذا أدى إلى إهمال دور المكتبات بالنسبة حق وزارة التربية وبالذات المكتبات المدرسية. هني نعيب احنا على وزارة التربية للأسف يعني إهمالها للجانب. يمكن دكتور سمير يدري أن الطلبة في الجامعة يعطونهم مادة مهارات معلوماتية عشان يثقفونهم شلون يطلع مصادر المعلومات، شلون يوثق مصادر المعلومات، شلون يحط المصدر المناسب في المكان المناسب. المفروض نفس الشيء المدرسين في وزارة التربية ايضا يعطونهم دورات تدريبيه، دورات تنشيطيه عشان يثقفونهم شلون يعني يحرص على الطلاب اللي عنده انهم يلجؤون للمكتبه، سواء مكتبه عامه او مكتبه مدرسيه. احنا لما نتكلم عن مكتبه عامه اكيد لازم نتطرق حق جميع المكتبات. الشغله الثانيه يعني سؤال موجه حق دكتور سمير بما انه اكاديمي في جامعه الكويت، دور قسم المكتبات في جامعه الكويت ودور قسم المكتبات في التطبيق، يعني اتوقع دور الجامعه مو بس دور اكاديمي، دور الجامعة دور اجتماعي أيضا، لها دور في المجتمع، في تثقيف المجتمع، في توعية المجتمع، في توعية مؤسسات الدولة. يعني معظم مؤسسات الدولة مثل ما قالوا الإخوان ما عندهم وعي بدور المكتبة. إهمال الطلبة عن المكتبة أدى إلى أن وزارة التربية تقول لك شوف المكتبات مهجورة فما راح نصرف عليها ميزانية. ما صرفت عليها ميزانية أدى إلى إهمالها، أدى إلى شنو؟ هجران الزوار أكثر للمكانك الدور. الإهمال أدى إلى الهجر والهجر أدى إلى الإهمال. فأبي أعرف شو الدور وهل يوجد دور حق أقسام المكتبات في جامعة الكويت وفي التطبيق في تثقيف المجتمع في تثقيف مؤسسات ومسؤولين الدولة حول استخدام المكتبة؟ شكرا. هلا معروف عن البحث العلمي أنه ينتهي في أدراج متخذي القرار. يجي واحد يطلب منه كتاب بحث. أنا حكمت بحوث بالسعودية
بحوث تكلف ملايين الريالات يقدم هدية لوزير التربية والتعليم العالي، يأخذ صورة يشكره يعطيك العافية، يأخذ الكتاب يحطه على الرف، ما في شيء. توصيات ما يطلعوا فيها. فجيت أنا أخذت الكتب كلها وثقتها، وضعت التوصيات، وضعت الاندكس تبعه واستراحت وشغلات ونشرتها، بدأت الناس تطلع بالنتائج وتساوي بحوث بناء عليه. فلازم يكون في تحرك. المكتبة، القسم المكتبات لحاله هي الوحدة المسؤولة. يجب أن يكون التعاون بين قسم المكتبات، بين جمعية المكتبات، وبين المكتبات نفسها، وحتى بين المدارس، لأن المكتبة العامة كومبلمنت، متمم للمكتبة المدرسية أكثر من المكتبة الجامعية. هنا يأتي دور المكتبات المدرسية والمدرسة المدارس. على أيامنا كانوا يبعثونا على المكتبة العامة، أطلب منها السيرة، أقرأ موسوعة الفلانية، ابحث عن موضوع فراشات مثلا، شو مكتوب بالموسوعة الفلانية وقارن بين اثنين. الآن تمضى سنة كلها ولا دكتور أستاذ بالمدرسة يطلب من طالب روح المكتبة العامة وشوف لنا المعلومة. بالأول كانوا يرسلون، الآن يمكن بعض منهم يرسلوا مرة بالسنة كده بس، يروح على المكتبة يتعرف عليها ويرجعوا خلاص انتهت العملية. فكذا العمل يجب أن يكون مشترك. صحيح نحن معزولين شوية على المجتمع لأن أكاديميين بشكل عام معروفين، إنه معزولين على المجتمع لأن إحنا بحث علمي، وإذا كان مناسبات يعني يكون فيه مثلا محاضرة عامة الآن مع ناس وآلي، حتى من شيء مشاكل الحضور مثلا يعني الأهالي، حتى من يعني بصور أقول لك 78 واحد من استثنيناه، ونحن سمي لي مكتبة عامة بحياك قال لي مكتبة جريدة، وحوالي 100 قال مكتبة جابر الأحمد، هم قالوا يا أخي مكتبة جامعية، جرير مكتبة تجارية. حتى اقترحنا نحن على وزارة التجارة السعودية إنه سموا اجبروا المكتبات بوكستور، يعني طلع كلمة تجارية جا كان مكتبة جرير التجارية، مكتبة المثنى التجارية مش مكتبة المثنى، أساس تخلط بيناتهم، فرق بين اللايبرري وبين البوكستور ما وضعوا. ففي في يعني إبهام، إنه مش بس من إحنا مسؤولين عنه، كمان المجتمع مسؤول. فالعملية مشتركة، نحن ما قدرنا، نحن ما نقدر ننشر ثقافة المكتبة المجتمع. إذا يوم عطله، إذا قبل الأعياد نحن مكتبة معطلة، يوم السبت المكتبة معطلة، يوم التحرير معطلة، عيد الاستقلال معطلة، عيد الأضحى معطلة، فأنت نحن هنبرز بالمجتمع. هذا دورنا نكون معيه. مثلا الآن عيد العيد الوطني كل العالم على الخليج العربي، ليش ما يكون في كشلة نقول بالعلم هناك على الخليج العربي، تعطيه علم الكويت ومعه كتيب صفحة واحدة صغيرة تاريخ الكويت، استقلال الكويت، أمير الكويت، حكومة، يعني خمس أسطر تعطيه معلومات كاملة، هاي بتفيد. ونقول والله مين أعطاني هالمكتبة العامة في مكتب، تعمل دعاية بدون ما تكلفك ولا شيء، تكلفك 10 دينار، الإعلام مقدمة مجانا ولا ورقة هتكلف طباعية. فلازم يكون جهد متعاون، وهذا إن شاء الله إحنا العرب فرديين، يعني حتى أنا بعتبر نفسي من حال، أنا عندي 40 بحث فيهم 3 بحوث مشتركة والبقية كلها واحدة، يعني حتى ظروفنا بتفرض علينا العمل الانفرادي الواحد، لكن لا لازم تتغير. الشباب الجديد لازم يصير يشارك، مش إنه كل واحد دي الوحدة لا تصفق، لازم يكون كتار تعاونين مع بعض إن شاء الله. وجود عندنا كمان الآن كمان دكتور سلطان ديحاني رئيس قسم، يعني كمان من النشاط نشطين جدا بالوسائل التواصل الاجتماعي، وفي على صعيد إن شاء الله يعني يكون إحنا نعمل حملة لتعريف المكتبة، توعية الناس بأهمية المكتبة وجود المكتبة، لكن كمان نبغى المكتبة حد ذاتها يعني تساعدنا، مش إنه يجي واحد المكتبة يحبط يصير عنده إحباط يرجع في مكان، كمان بدنا جهد مشترك إن شاء الله. أستاذ منير تفضل. استعد الطوع على 6 ساعات أما بالنسبة للنظامي أنا أتمنى أن نشكرك مرة ثانية دكتور على هذا المحاضرة.
ابتدينا اليوم كان في عندنا كانت محاضرة ثم انتهينا فيها كان في نقاشات حلوة وجدا كانت مثمرة وشيقة وإن شاء الله تكون أثرت معلومات لدى الحضور. نتمنى من المكتبات العامة أن يحاولون أن يطبقون فيها يكون عندهم تقديم وعي خطة تقديم وعي للعاملين أو لرواد المكتبات بأهمية المكتبة يبتدون حملة تسويقية حتى لو كانت بسيطة لكن خطوة خطوة إن شاء الله يتم تدريب وتأهيل الكوادر اللي موجودة في المكتبات عشان نقدر نرتقي فيها إن شاء الله البركة في المستقبل. في ختام الندوة هذه تفضل إن شاء الله معنا الأستاذ منير العتيبي المشرف العام للمكتبات العامة الأستاذة رجاء اليتيم لتقديم درع تكريمي لضيفنا الكريم.